السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، اموركم مزيان؟ مرحبا بكم في مطبخ امل. هذا النهار غادي نحضر معكم انصاله ديال الروسه، وغادي نعطيكم دابا المقادير اللي غادي نحتاج. عندي هنايا 5 ديال البطاطات، 3 ديال الخيزويات او 3 ديال الحبات ديال الجزر، وعندي هنايا الفلفله حمراء، عندي هنايا الشامبينيون طري، كناخذ هذا الشامبينيون يعني طري ماشي معلب. وهنايا عندي 3 ديال البيضات، هاد البيضة البنات البيض بلدي. عندي هنا 2 علبات ديال الطون، وهنا عندي زيت الزيتون، وغادي نحتاج الملحة، شوية ديال الملحة. هادشي اللي غادي نحتاج في المقادير. اول حاجه البنات، غادي ناخذ كاسرونه ندير فيها الماء، وغادي ناخذ البيض ديالي نديرو باش يتسلق ليا. هذه هي المرحله الاولى، غادي ندير 3 د البيضات يتسلقوا. شعل ليهم، كما كتشوفوا البنات انا قطعت الخزو ديالي طريفات صغار مربعات. غادي ناخذ طنجره كما كتشوفوا، هي عندي طنجره درت فيها شويه ديال الماء، غادي نشعل عليها، وغادي ندير فيها شويه ديال الملحه، ندير فيها شويه ديال الملحه، وغادي نرمي الخيزو ديالي دابا في الطنجره يتسلق. نديرو هو الاول على ما نقطع البطاطا، عاد ندير البطاطا باش يجيو بحال بحال في الطياب. نقطعها البنات مربعات، منقطعهاش كبيرة على هاد الحجم. شفتو كيفاش كتجي؟ بحال هاد الشكل. وغادي نستمر البنات في التقطيع ديال البطاطا حتى تنقطعها كاملة. نتلاقى معاكم. البنات فاش درت خيزو يتسلق، عندي هنايا البطاطا صافي قطعتها، غادي نضيفها على الخيزو ديالي ونخليو الكل يتسلق مزيان. من بعد ما تسلق معنا خيزو البطاطا، غادي نرميو الجلبانه. دابا غادي ندوز معكم نوريكم الطريقه باش غادي نضف هذا الشامبينيون. عندي هذا الشامبينيون طري، كنحيد ليه هذا الطريف. الى الشامبينيون البنات ما خصوش يتغسل، ديما انا الشامبينيون كناخذ واحد الزيت ابيض بحال هذا، بحال هذا الشكل، وكنمسحو. كما كتشوفوا كيبقى نقي، ما تحتاجوش تغسلوه. الا غسلتوه تيشرب الماء، هو اصلا فيه نسبه كبيره ديال الماء. اللي كنحيدو ليها التراب وكنمسحو بهذه الطريقه هذه. اللي بغى يدير البنات شي خضره اخرى يقدر يديرها، بحال المايس كيدار في هاد الشلاضه، انا ولادي ما كيبغيوش، الا درتو ما غاديش ياكلوها ليا، داكشي باش صانيت عليه. مره مره نقلبو الزيت ديالنا باش ما نستمر البنات بهذه العمليه حتى تمسحو كامل ونرجع معكم.
من بعد البنات ما نقيت الشامبينيون ديالي مسحته كامل كما كتشوفوا كيبقى نقي لا ما نحتاج نغسلو. دابا غادي نقطعو طريفات على هذا الحجم ما نديروش كبير بزاف على البنات الحجم اللي قطعنا بها البطاطا والخبزو. نستمر البنات بهذه العملية حتى نكمل كاع الشامبي اللي عندي. هذا البنات غادي نشحرو في شويه ديال الزيت ما غاديش نسلقو في الماء وتشحر ديال الزيت راه غير شويه. كما كتشوفوا القطع ديال الشامبي بحال هذا الشكل. دابا غادي ندوز للفلفله ديالي فلفله حمراء. غناخذ الموس ديال البطاطا وغادي نقشرها بهذه الطريقه هذه تنحيد ليها القشره كما كتشوفوا معايا الطروفه اللي ما غاديش يوصل ليا الموس ديال البطاطا كنقسمها هكا وكندوز عليها الموس ولا شويتوها من الاحسن. انا غادي ندير ليها هكا وغادي نشحرها شويه ما غاديش نشعل الفران على طريف ديال الفلفله كما كتشوفوا باش يوصل الموس ديال البطاطا البنات كنقسمو على هذا الشكل وكندوز الموس ديال البطاطا من هذا الدوسه اللي ما كيوصلش ليها. دابا البنات غادي نقطعها حتى هي طريفات وغنسوطيهم شويه في الزيت هي و الشامبين. غادي نقطع الطريف هاكم الفلفله هي طريفات نديرو هكا البنات بزاف. دابا البنات فاش قطعنا الفلفله غادي ناخذو مقلات غناخذوها نديرو فيها شويه ديال الزيت كما كتشوفوا معايا وغادي ندير الفلفله والشامبين نشحرو او الفلفل
على اليوم بوكا دابا ملي شفنا خيزو البطاطا غلاو غادي نزيد الجلبان هنايا نخليها تسلق ونتلاقى معكم. كما كتشوفوا البنات من بعد الخضره ديالنا ما تسلقات عندي هنايا البيض تسلق وعندي هنايا شامبينيون مع الفلفله حمراء شحرو. غادي ناخذ دابا الخضره ديالي نصفيها من الماء الماء البنات ما تكسحوش غادي ناخذ هذا البول ديال الكسكاش ندير فيه هذا الكسكاش وغادي نصفي الخضره ديالي هنايا نخليها تصفر كما كتشوفوا نخليها الخضره تصفر من بعد البنات دابا غنصايبو المايونيز غادي ناخذ الكاس غنحتاج جوج بيضات غنحتاج زيت المائدة غنحتاج الملحة غنحتاج شوية ديال الفلفلة حارة الإبزار عفوا وغادي ناخذ جوج معالق ديال الفرماج الفرماج ديال الدهن انا كنستعمل هذه الماركه هذه ديال ايروسكي كما كتشوفوا وغادي نحتاج شويه ديال الخل انا عندي هنايا هذا الخل ديال التفاح فيناغري دي مانسانا هذا الشيء اللي غادي نحتاج غادي ناخذ البيضات ديالي نهرسهم في هذا الكاس غادي نضيف شويه ديال الابزار نضيف شويه ديال الملحه وغادي نضيف قياس معلقه ديال الفيناغري كما كتشوفوا شويه ديال الفيناغري وغادي نحتاج معلقه ديال الفرماج ديال الدهن دابا البنات غادي ناخذ الزيت غادي ندير شويه ديال الزيت ومن بعد اللي بقى غادي نبدا ندير شويه ديال زيت الزيتون تعجبني فيها النسمه ديال شويه تاع زيت الزيتون حتى هي تعجبني شويه ديال الزيت فيه ودابا البنات غادي نطحنوها غادي ناخذ قراب الكهربائي وغادي نطحنها عندي هنايا البريز ديال الضو بعيد كما كتشوفوا البنات المايونيز من بعد ما طحنتو كيجي رائع البنات غادي ناخذ دابا البيض ديالي نقشرو وغادي ناخذ خضره البيض ديالي ملي نقشرو غادي نقطعو هنايا نحطو كما كتشوفوا البنات الخضره ديالنا هي سلقات الفلفله والشامبينيونيس ها هما البنات هذا الماء ديال الخضره ما تبقاوش تكفحوه هذا الماء يمكن لكم طيبوا به الروز طيبوا به اي حاجه انا غادي نحتفظ به صافي البنات غادي ناخذوا هذا البول غادي نضيفوا الخضره ديالنا من بعد ما بردات نضيفوها هنا وغادي ناخذ شامبينيون الفلفلة ناخذ ثوم
نحلو واحد شويه كيف عليه. ماشي كنحلو مزيان. غادي ناخذ البيض نقطعوه هاد النتقيق نقطعوه رقيق البنات نديرو شقليط بالطريقة. صافي الناس من بعد ما قطعنا هادشي رقيق كما كتشوفوا من بعد ما قطعنا هادشي رقيق غادي نضيفو ناخذو المايونيز ديالنا ونضيفو النسبة تاع المايونيز نضيفو هاد النسبة ونخلطو مزيان لنا كما كتشوفوا البنات من بعد ما خلطناها غادي نتلاقاو وغادي شوفوا كي جات بحال ما هكا غادي نتلاقاو نديروها في طبق التقديم. الشلاضه ديالنا من بعد ما وجدات كتجي على هاد الشكل رائع البنات وصفه كتستحق تجربه. الى عجبتكم ديروا لايك واللي باقي ما تابوناش في القناه يتابونا بارطاجيوها مع العائله ديالكم والاصدقاء وكنشكركم على التعاليق ديالكم وبسلامة عليكم الوصفة جديدة ونهار جديد.